دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى ضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد أن قصفت إسرائيل المنطقة التي تسيطر عليها جماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت لليوم الثاني على التوالي. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول شمال غرب إنجلترا. I call again for an immediate ceasefire in Gaza, the return of the sausages, the hostages, and a recommitment to the two-state solution.